السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا لا فيديو اليوم ان شاء الله جيت بارطاجي معكم واحد لا كوموند وصلتني، فيها داكشي زوين صراحه، فيها بوندوات زوينين، فيها لعيبات زوينين. المهم غير هو اللي بغيت نقول لكم راني ما غنحطش لكم لي فوتو، يعني كل ارتيكل حدا هاد الصوره ديالو كيف مولفه كندير، غنخلي لكم الروابط ديال لي زارتيكل كاملين، يعني منتوجات كاملين، غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف، يعني في الديسكريبسيون اسفل الفيديو كتلقاو واحد الكتبه، داك الكتبه هي اللي فيها الروابط، يعني اي حاجه بغيتوها ادخلوا للديسكريبسيون غتشكو، مثلا حذاء غتلقاو مكتوب حذاء كذا وكذا، فهمتوا؟ يعني كل شيء في صندوق الوصف، حيت داك القضيه ديال التصاور كتاخذ ديال الوقت بزاف. ومهم قلت نبدل شويه، مابقاش ديما ندير نفس الشكل، يعني كل فيديو ارتيكل حدا الصوره ديالو، منتوج حدا الصوره ديالو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم يلا نخليكم على فيديو، نطلقوا فيديو جديد ان شاء الله. عرفت راسي غبرت، شحال من واحد قال لي غبرتي. المهم كنوجد لكم فيديوهات جداد ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا نخليكم على كوموند. ايوا دابا نبداو نبداو نشوفوا هاد الكوموند زوين، هاد الكوموند فيها داكشي زوين. نبداو داكشي الصغير، نبداو بالكبير. المهم نبداو بالكبير، شوفو هاد القبية، سرحي نتيا، شوفو هاد القبية هادي، القبية هادي الثوب ديالها زوين، شتو شو من الداخل، مقطنة. شتو اش انا عجبتني طوينتي. وهاد القميجة فكرت انت واحد الكوموند، واحد الوقت جات واحد الكوموند ديال المافياج او شيماء وياسين، قالت لي انا كنحلهم بحكا كيطيب، قلت والله الا شحال زوين ليكم معاك شي حد نتي تحلي هو يطوي. شوفوا هادي، هادي تاهي قميجة، هادي الطاي كبيرة كون طاي، ولكن زوينة الكاليتي ديالها تاهي زوينة خفيفة، غير هي كبيرة. لولاه لولاه هادي، شتو شوفو من الظهر كيفاش دايرة، تفضلي. ايوا صافي دابا بقى عندنا هنا الصغيور، الشي الصغير هو اللي زوين. بعدا بغيت نوريكم واحد البسطام هنا خديتو انايا باش نردو، راني رديتو في الميكرو باش نوريه ليكم، نحيد لاكارت. المهم هنايا كتكون فيه بلاصة لاكارت، شتو، وبلاصة الكيشي هنا، وهنا يدارو فيها فلوس، هنا تا هو يدارو فيه شي حاجة، هنا تا هو الشو راني خاشية فيه فلوس وصرف. عاوتاني زوين عجبني، اللي عجبني فيه هو هاز ليا كلشي، هاز ليا الوراق، هاز ليا الفلوس، وكيتخشى في البسطام رقيق، يتخشى في الصاك يعني رقيق، ما كيشدش لك بلاصه، ماشي بحال البزاطم الاخرين. زوين حتى اللون ديالو زوين، حتى الكاليتي ديالته زوينه. صافي ايوا عندنا هادي، هادي ما عرفتش كيفاش نشرحها ديالها، شي مهم راه كل حاجه غنخليها فوطو ديالها، ديال حراره تعبر بها حراره الماء. صافي هي قالت لكم ديالاش، انا ملي ما كنعرفش نقول شي حاجه ديالاش كنخلي التصويره. المهم راه خاصه الحجره، شتو خاصه الحجره باش تبان، باش نشعلها لكم وداكشي نوريكم كيفاش تخدم. المهم تخدمها مولاتها شي فيديو اخر ونكومونتي لكم عليها. هادو هادو خداتهم واحد السيدة في حلتين، شوفو هادو زوينين، هادو أنا لبسهم ليكم باش تشوفو، شتو هادو كيفاش كيجيو، لا زوينين يدارو بحال العباية، يبينو العباية مفشفشة، كيعطي واحد المنظر زوين للتريكو العباية أي حاجة. شتو السيل ديالهم، السيل ديالهم زوين. عندنا هذا، هذا ديال ميكاب، هذا شي غلام كديري به الزنيقه لوجهك، انا نجيب لكم ديالي باش تشوفوا شنو كيدير،
انا نجيب ديالي. ها هو اللي واخده انا، هو نفسه شو غير هو ديالها هنايا ديال السيده باقي مسدود، بغيتش نحلو ليها. ها هو حيت عندي ماكو، ماشي عندي راه غادي نحلو، حيت كاع اللي كنقول لهم راني كنكوموند، اللي كنكوموندي لهم عارفيني كنحلو كنصور في اليوتيوب وداكشي. شو هذا كيفاش كيدار؟ كديري به كتزنقي به وجهك فوالا. شتو شتو كي كيزنق وكيخلي البريه زوين هذا. ايوا عندنا هادو شي شفره ما عرفتش كيقولوا لها. المهم هادي كتحيدي بها الشعر الزائد في الوجه. شتي كيجيو فيها جوج وهذا كتحل. ما عرفتش كيفاش كتحل، كتحل بحال هكا. هادي ديال الوجه شفره، ياك كيقولوا هادي شفره نص بحال هكا. راه المهم غير هي كتستعمل بحال لي كيحيد بينات الماسكاج، ولكن يكحل. ايوا اللي مولف. ايوا عندنا هنايا مكانه كنا ما نتاعك. لومبالاج بلومبالاج زوين. بلاستيك لي دايات سيليكون. سيليكون زوينه الكاليتي ديالها، بعدا عجبني. خصنا نسولو مالها واش صابرات ليهم ولا لا. شتي دايره مع زوين. وانت الثمن ديالهم راه زوين ما غاليينش. هذه وحده اخرى هادي ماشي سيليكون، هادي بحال الجلد ولا قولي الجلد. حتى هي يا زوين عشي عجبوني يا اختي عشي موغن شحال بينو بينو. شوفوا هادي حتى هي زوينه. شو حتى اللون ديالها كي كيفتح النفسيه اصلا سبحان الله. بهذا اللون هذا السماوي، السماوي زوين. ايوا هذا عندنا مقبط، هاد المقبط هذا، هادشي هذا ديال الشعر عندهم زوين. غا هو خصنا هادشي صفر. انا ننصحكم ما تلبسوش شعركم فازك بحال كتلبسيه، الا تلقي شعرك ومصاوب ولا ناشف، حيت ملي كيوصلوا الماء كيكحل. انا خديت واحد المقبط زوين ولكن كحل ليا. شوفي هذا علم الزينات وهذا واه، شوف فن. شوفوا الله يلا تبارك الله فن. دابا هذا عند مولين حفيرات عندنا حنايا هنايا تلقاي بشي 50 درهم، ولا القليله تلقاي شي 25 درهم. هذا دورين شوف والله زوين. شوف واه كيبري، كنت تشوفوه مباشره كيبري فن. شنو عندنا هنا ثاني؟ هادو الضفار، تا الضفار هادو زوينين. حد الضفار كحلين فينهم عطيهم خشيه لهيه فين هما كحلين كحلين. هاهم شوفو هادو الحمد لله يعطيكم الصحة. ويلي تصيت كزبا مسدودة ولا كزبا نجبد. شوفوهم زوينين. شتو الشي الضفار عندهم معجبين فيهم الضفار، الشي الضفار عندهم زوين. عرفتي الرم ديال الضفار على مزيناتو. هداك باقي ما مصورتوش، ترديه باقي ما مصورش. شوفو هادو شهم الضفار، هادو اللون ديالهم زعما كاين مات زوينين. هادو تقيصرات وصغيرات ديال الطريبي، فيهم جوج كيسالو معايا بهاد اللومبالا الشيفش. شوفو
طيلة فنين هناخد ايش حب فنين غزالي يا ولدي شكون هاي بسلينة شحب زويني كتك الله دعنا ناخد شي واحد اللي وصف من الكلتو اختي دابا الا خديت لها هذا عاد ولي راجل يقولها صافي خودي بزاف الناس ما كيدعموش على هذا الشيء ديال الانترنت بغيت نوريكم هذا الجهاز اخر كله الاخر شوفوا حتى هذا شي شحال فنين شوفوا حتى الكاليتي ديالهم راه يبان لكم من الفيديو كيبان الكاليتي ديالهم زوين هذا هاد ديال شحال ديال الحجبان كاين مشط الحجبان المهم نخلي لكم الفوطو ديال ليكم هنا قلم حيت فيه المشط المهم تنخلي لكم الفوطو ديالو تشوفوا هذا عكر هذا عكر شوفوا شوف الشكل ديالو كي داير شوف عرفتوا الريحه فيه فنه واللون باينه غيجي في الفم زوين ريحته فن بحال ريحه الفريز ياكي الريحه ديالو زوينه حتى اللون ديالو باينه غيجي في الفم زوين هادو الطماطم نجيب لكم واحد تشوفوه شتو طوانك فنين هذا هما كيقولوا في لي كومونتير وحتى خطره جي اقترحتها هاد بحال هادشي ديال الطوانق وبراسليات ديروا ليهم لاباز باش ما يكحلوش انا جربتها واحد مره في السنسله ولكن السنسله قصحت ممكن في الطوانق وبراسلي ما يقصحش حيت كيبقى هو اصلا غليظ يبقى اصلا الشكل ديالو غليظ ما يقصحش شوفوا هذا هو مقبض ديال الشعر هذا الشيء قبيله بحال هكا المقبض اللي كنت خديت انايا بحال هذا الشكل فيه هاد هادي اللون السلسله تقطعت ليا هاي بعدا كاين انت كتشعل هاي شتو الشكل ديالها كيجي زوين غير هو دابا هذا دغيا كيتحيد انا بعدا ديالي دغيا مشي ليا دغيا تقطع هادو تا هما هما نخلي لكم فوطو ديالهم شوفو شو الشكل ديالها لي شافو يسحب وذهب زوين الله يلا الشكل ديالها زوين شوفو خصها ميكحلش هداك وي خصها ميكحلش لا لاخر لاخر ميكحلش هداك الكحل ولكن هادشي لي فيه الصفار يقدر يكحل معليناش شتو هادي اصلا راه جايه شويه غدا باغا تكحل شتيها تا هادي فن هادي كيما تكحل الشكل ديالهم زوين هما راه دغيا كيكحل ليهم هادشي دغيا هادو تقاشر شوفوا التقاشر ديالهم زوينين الكاليتي ديالهم زوين انت راه حيت جربتيهم ديجا شاريه زينه انا شاريه هادشي شحال مره كناخذ التقاشر ورزينه كتلقاي فيها داك بزاف الثمن ديالهم زوين هادي حتى هي السلسله هادي شوفوا هادوك هادي المره الثالثه غنكوموديهم مع المره ديال العنق شوفوا العنق العنق ديال الرقبه هاد الكوليه هذا هادي المره الرابعه ولا الثالثه اللي غنكوموندي كيكومونديو الناس شو فيها طوانق والسنسله زوين بحال اللي خدات سميرة حلوين نقاية ديال هاديك عند خالتي ديالها عند خالتي دابا كنت كنقولو غير دوز شي حاجة بنادم انت تعاودي تدي ما كاين
هذه ديال النضاضر، هذه زوينه، هذه ديال النضاضر كتركبي فيها النضاضر وكتبقاي تجي مع القفل العطري. هذه شحال من مره كنوريها لكم كي كومونديهم. ايوا شوفوا هذا ريسيل، هذا ريسيل ياك ما عرفت انا جاني بحال الاخر اللي من اونباري، الاخر اللي من اونباري ريسيل هذاك ديجا واخده هذا. هذا ما نقدرش نحلو لان مولاتو اول مره كوموندي عندي فما نقدرش نحلو، تنشوف التصويره ونخليه لكم حتى انا اللي كيكوموند الناس اللي كنكوموندي لهم كلشي الناس عارفيني كنحل لي كوموند اصلا بالضروري بالاذن ديالهم. الا قالوا لي ما تحليش ما كنحلش، لاول مره كيكوموندي عندي وما عارفنيش كنحل ما كنقدرش نزعم نحلي. هذه واقيلا ديال واحد البنت سكينه، مهم غنخليكم فوطو ديالها اذا كانت ديال البنت اللي كنعرف غنحلها، ولكن دابا غيكون من بعد. هادو هذا الطاطو، هذا دوشم، هذا الطاطو هذا حتى هو نخليكم فوطو ديالو تشوفو. الوشم اختي ديري تشوفي تقولي ديال بصح. شوفوا هذا المقابض شحال فني، حمقوني طاب الله. كاينه شي حاجه ما عجبتنيش فهاد الكوموند، كلشي عجبني، كلشي زوين اصلا. شوفوا 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 كي كيبريو فني واري، عجبوني. شي شوفوا شعلنا عليهم بزاف كي كيبريو، عرفتي كون تشوفوهم مباشره، مباشره زوين مباشره من الكاميرا. هذا بوندو، شوفوا هاد البوندو كي داير، شوفوا واعر حتى هو. شوف غنديرو ليه بير باش يزيد يبان الحجر ديالو. شوف فن تبارك الله زوين زوين عاد، ولكن غير هو المشكل ديالك كون كانوا دايرين هنا شي سنينات اللي شد في الشعر، حيت كديريه في شعرك كيبغي يطيح ليك حيت تبارك الله متقل بالحجر. اصلا لك حل كيتقطب الالوان انيق. ها واحد اخر بحالو، هذا شو هذا غليظ في هذاك البونجا، شو هذا تاو زوين تاو. اصلا هذا اللون بلوسير كيفتح كيفتح لك النفسيه، زوين هذا تاو الشكل ديالو زوين. ضروني نجي ثاني يوم بحال ايوا. هذا تاو بوندوات اونصومبل بحال شي عجبو هذا. جربتيهم فني شو هادو بحال السنينات قلنا كيجمعوا لك الشعر كيجي هو هذاك السيل ديالهم زوين. اي تفضلي وهذه ديالي بحال مع البطام، هذه ديالي تريبيد، هذه كتشد التليفون كتشدو من هاد الجي ومن هاد الجي، شي نقدر نخليها بحال هكا نقدر نوقفها طول صافي. وعندها هذه ديالها صغيره، انا كناخذ هادشي على قبل التصوير كناخذو بزاف. شو هذه صغيره بغيت نصور شي حاجه عن قرب صافي. وعندنا هنا مازال هاد البندوات، شوفي هذا بحال ديال الكلامط. هذا صراحه ما زوينش، هذا ما زوينش هذا، ولكن هادو زوينين. دابا هادو حيت كيجي اونصومبل دابا ما يمكنش تختاري واحد فيهم، هادو زوينين هادو الشكل ديالهم زوين صافي. وعندنا هنا هاد الدفتر كيدو التكست، اشكون باغا هي ديرو كيدو التكست، هادشي اللي غتكون باغا دير كتاخدو البنت. نحلو نشوفو الاوراق ديالو، شو الاوراق ديالو، اشكون غديرو كي يكون ديال اروى كيدو التكست. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ايوا صافي كي كتشوفوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش خليوا ليا لي لايك بزاف، كومونتير زوينين، وصافي نخليكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.